ما رأي فضيلتكم في مرور المار بين المصلي أو بين يدي المصلي؟ وردت أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع، وأذكر هنا على سبيل المثال ما ورد عن أبي الجهم عبد الله بن الحارث الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا، وبينوا لنا مثلا عن كيفية المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو الجامع الكبير جزاكم الله خيرا. اتخاذ السترة للمصلي المنفرد أو الإمام مستحب، لأن يجعل بين يديه شيئا مرتفعا ولو قليلا، أو يجعل بين يديه عصا يغرزه في الأرض أو ما أشبه ذلك، أو يعرضه عرضا، هذا مستحب. فإذا صلى إلى سترة فلا يضره من يمر من ورائها، أما إذا لم يكن له سترة فإنه يحرم المرور بين يديه من مسافة ثلاثة أذرع فأقل من قدميه، ثلاثة أذرع فأقل من قدميه من أمامه، وما وراء ثلاثة أذرع لا بأس أن يمر. أما إذا مر المار بين المصلي وسترته، أو مر قريبا منه من ثلاثة أذرع إذا لم يكن أمامه سترة، فإنه يكون آثما، بدليل الحديث الذي ذكره السائل وغيره من الأحاديث لأن المار بين يدي المصلي عليه إثم عظيم، ويجب على المصلي منع من يمر بين يديه لقوله صلى الله عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: فإن أبى فليقاتله، يعني يضربه، فإن معه القرين يعني الشيطان. المرور بين يدي المصلي وسترته، أو المرور قريبا منه إذا لم يكن له سترة دون ثلاثة أذرع، هذا حرام وفيه إثم عظيم، ولا أن يقف مدة طويلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. أما السترة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنها لا تشرع، لأن المرور في المسجد الحرام والازدحام، وفي المسجد النبوي ازدحام شديد، فلا بأس أن يمر الناس بين يدي المصلي بالضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام ركعتي الطواف والناس يمرون بين يديه في المطاف، صلى قريبا من المطاف وهم يمرون بينه وبين الكعبة، ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولأن المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار يحصل فيها ازدحام شديد، فالضرورة تقتضي سماح بالمرور للناس، إذ لو منعوا لأدى هذا إلى حرج شديد، وكل ما ضاق الأمر اتسع، ولله الحمد، والمشقة تجلب التيسير. بارك الله فيكم. إذن تلحق الجوامع الكبار وكالمسجد الأقصى مثلا تلحق بالحرمين شيخ صالح؟ نعم، المساجد الكبار اللي فيها زحمة، نعم، زحمة شديدة، نعم، مثل الجوامع الكبار يوم الجمعة مثل المسجد الحرام، لأن العلة هي دفع المشقة عن الناس. جزاكم الله خيرا.